في هذا الصندوق الخشبي المتواضع الذي زوده هذا الطالب الحديث التخرج من معهد الهندسة الإلكترونية بمعدات تكنولوجية بسيطة، يتجسد لنا مفهوم الابتكار الصناعي لينتج في نهاية المطاف طابعة ثلاثية الأبعاد بتكلفة منخفضة جدا مقارنة باستيرادها جاهزة. Dans les environs 2000 dollars, on a à peu près 10 millions. Mais ça coûte pas plus de 200 dollars. التحدي الأكبر الذي يواجه مثل هذه الأعمال يدور أساسا حول كيفية الشروع في فتح خطوط التصنيع ووضع خطط التسويق. دوك أنا جاسبر بيان نعرضها للشركات ومؤسسات، بالك لو كان نلقى فينونسمون بالك نولي نبرودويزيهم هنا في الجزائر وافيك دي بخي با. ربما لا تكون خطوة عبد الوهاب شيئا جديدا بالنسبة لآلية عمل الطابعة الثلاثية الأبعاد، ولكنها مجهودات ذاتية أيضا مستقلة تماما عن أي تبعية لشركات أجنبية، علما أن تقنية الطابعات الثلاثية الأبعاد ما زالت حديثة العهد وسوقها العالمي سيرتفع إلى 17 مليار دولار في 2019، حيث تحتاج خدماتها قطاعات كالسيارات والروبوتات والصحة وقطاع الطيران، أي أن كل العوامل السوقية مشجعة لاستثمار الدولة أو الشركات في العقول المحركة التي تريد ترسيخ عبارة صنع في الجزائر.